وشكرا. غير الى اللي عنده شي سؤال ولا شي توضيح يسول قبل ما نمشي نقسموا نبداو الخدمه. الله يجازيكم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. واش يمكن نعرفوا هذه اللجان؟ لان دابا سجلنا باش نعرفوا هذه اللجان اللي غادي يبقوا في الغيب وبقى يقولوا واش هنيت ولا بلاصه اخرى. صافي. والاخوان ديالنا في كل لجنه خصهم تعرفوا عليهم ربما تعيط عليهم. اي دابا الورشات غادي يكونوا في هذيك القاعه فين كنا تسجل تما حدا ديك البلاصه فين كنا تسجلنا تما فين كاينين الورشات كاينين ثلاثه غادي نمشيو غادي نديروا مجموعه واحد مجموعه جوج دوك اللائحات اللي سجلتو غادي نحطوهم فوق كل طبله واللي لقى سميتو في ديك الطبله يجلس فيها ثلاثه الطبله اللي كاينين. شكرا. واقيلا صحيح سي طريس الوقت اللي داكنا بغيت غير باش نربحوا واحد في الورشه ديال الماء غيكون فيها نقاش كبير لان هو الموضوع الكبير واقيلا غيتصدر هاد النقاشات كلهم. وبغيت الى كان سعاد الرئيس كان وصلنا صدى واحد بعض الاجتماعات اللي وقعوا كانوا وبعض المقترحات اللي كانوا وبعد ما فهمناش مزيان وفين زعما باش نبداو باش نبقاوش حنا نناقشوهم بيناتنا وغادي ما يمكنش نوصلوا نتيجه واش كنت فينا بعض الحوايج اللي كان زعما اللي توصلوا بها في هذه المسائل ديالنا حول المشاريع ديال الماء بالنسبه لاربع الدور اللي خاصهم الماء انه كاين وبالنسبه للانفيد كاين بعض المشاكل اللي هما توقفوا يعني بغينا نعرفوا لي طا اكطويل ديال هاد المشاريع حنا فين وصلت باش حنا نبنيو عليها ونمشيو باش مابقاش نرجعوا وبالنسبه غادي ندخل شي شويه بالنسبه للماء صالح للشرب في النحيل كاينين ثلاثه ديال الانواع كاين المشاريع اللي كاينين اللي هي خاصه بحال في إغير اللي مديرين دايرهم الجمعيه بشراكه مع الجامعه والمعالم والمبادره وكان إيكوزون هي اللي فيها الافيان والصقر والزاويد هاد الناس اللي خاصهم الماء وكاين انفيد اللي هو المشروع ديالو راه تدار تقريبا فيه راه 70% دار والمارشي يمكن ديال البومبات يقدر يصير عرفت اسمه كاين واحد الاجتماعات اجتماعات في الامله في ايران وبعض الناس المحسنين بعض الناس اللي تدخلوا في واحد المشروع ديال الماء باش تزودوا الدوائر اخرين وبعد اشنو القطاع وشنو نعرفوا علاش حصلنا دابا فين وصلنا واش باقي خاص باش نديروا واحد لا ليميت بين اللي موجود اللي خاص باش نبداو الورشات اللي كاين دكتور هو ان فعلا كلنا كنعرفوا المشكل اللي كاين ديال الموارد المائيه خاصه بالنسبه للشعب ديالك باش نطول بزاف هو من الليله اولا زود سوين الفيد باش نزيد الصين بالنسبه لمشروع الفيد بالنسبه لمشروع الفيد غيلاد اللي كيسي قمن هو قمن كيس مارشين للبوبا الضو هادشي يضاد الرباط على المصالح تصدق له السند يوضاد سويكي ديال قرب الميكرو استاذ اي هادشي المارشي تصدق يوضاد سويكي ديال الاخبار غير وين الكميات رسميا دار السر الرجيم اللي تكلف الموضوع ديال ان المارشي تصدق رسمو ديال العام يوري ديال الاول ديال المارشي قمن كيس البومبات سند البومبات الضو يعني انا بنو كادير تزريني بمدرجان باش تدورني الشركه باش تخدم انا مسالي المفيدة الحمد لله ان شاء الله تقرب الى الحل كذلك بالنسبه للشبكه بالنسبه للشبكه اللي قامت اتي الجماعات الجمعيات ان شاء الله بالنسبه للجماعات الى ستين كملت البرمجه تمام الفلوس الاعتماد باش نكمل الشبكه اللي قام الغدار غدار التورير غدار الثلاث يعني اننا نظرا اننا لان اللي غيتصد في المارشي غيتصدوا نظرا اننا بعدا ان المشكل يتحل 100% لان غنكون نكمل الشبكه كيف كيكمل بنان البومبا بالضو غنكون نكمل الشبكه تيمكن نرسمي ومان خت مزكادي ولان كل شيء مزكادي برونشينز يمكن نضي العوينات خت مزكادي وبعدا نقدروا نبدلوا ولكن المشكل مقر من الموارد المائيه اللي غلا هو اي دار غان وزيد ورانا لان المشكل صراحه المشكل فعلا كي تجري بين لي زري غير هي مشكل فعلا مشكل فعلا امانه راك عرفني كي المشروع عندي السوق عرفني كي يدوران عرفني ولكن باش تلقيني الاستهلاك مستمر وزيد ما خصني غنسي كنكر الحلول تيوسكر الشبكه المائيه ولكن تيوسكر لي المبادره سلامي بنتليكيس سكن تيوسكر من بنيه الجنه تصل من بنتليكيس الصدى البيضاء تصل من زيت مزيرت يلي اللي كيور العماله كاع
جاو لي سيت لونيك جاو لي سم نونتين ديكيس جاو لي سم لي سكرنا المبادريان المبادريان اللي خصنا نميل ولكن المهم ما نساوان دمت لي كيسان كاوديو سيت انا كاين مشكل يغلب تاو ماما ولكن لونيك انا كنجي تشوف هاد الاستكشافي اللي كيسن لي طراتور يمكن كيساوي ماما نفتو اسكدر هاني كيو جوج ارتي الكيس حضر من الجمعيه حضر من لي ديسكسكر الحوار كله نانا غنودي لوني بالحوض المائي تما ما تسكر ميا التوب لي استكشافي غفلا هو تا الا غنبدا من نايت بها وبها انا غير زوج نظرات انه لي واسي زوج نظرات ما لوش نانا كو ديسكر خويا ضغي ديسكر خويا ضغي الاحتمال غير كيسول كيقول كيسير من المرض هذا كيز غايز مسائل السبيطار غالية سفلا نانا كاودي نان ما كاين مشكل مرحبا نانا كنبدا الحوض المائي هاتي راه داوي السونداج أول غا كدا غوش كدايرة كذلك الناس اللي اقتراحاتي ضنيني زدا سيف نوليلي زدا ماني ضنيني ولكن ماني غادي نقرب وانا ان شكر الله بعدا غزيون السونداج سواء يوتي المحسن سواء يوتي الدولة سواء المهم على ربك يا وربي كان النتيجة هذا مختصر غايت باختصار الشديد غايت لنا شكرا شكرا لا ادري ملاحظتين خشيت فقط الملاحظه الاولى او توجيه مزيان الاخت الكريمه عندها توجيه على مستوى الشكل اللي خدم ان المجموعات حتى هذه الصور حتى في البان ورشد ولكن في الموضوع راه كان عندها باش انه يكون توجيه على مستوى النقاشات اللي غتوقع في ورشد خص يكون توجيه في الموضوع ديال الرئيس وكاين بعض المشاركين عندهم معلومات اخرى متتبعين هذه التجربه السابقه في جميع الورشات يقدر يعطي هل شوف هذا العناصر هما اللي يكونوا التوجيه في المستوى الموضوع يعني ما يكونش ما يلتزموش بورشه واحده لان اهم حاجه هو التوجيه في الموضوع مشكلا ربما ما نلقاوش مشكل نلقاو الكراسات نلقاو الطبلات نديرو روحو ستيلو ورقه المستوى الشكل راه مساله واضحه المسير ديال الورشه المخرج ديال الورشه تسميع المقترحات خرجوا بالتقرير اذا المستوى الشكل اعتقد انه ما عندناش فيه مشكل ثم في المساله او يعني السنة الثانية اللي كتعلق بمكان عقد الورشات انا اعتقد بان القاعة المخصصة باش نجمعوا فيها ثلاث الورشات غيكون عندنا واحد الضجيج اولا كلشي غادي يبدا يناقش وكنعرفوا طبيعة عمل الورشات النقاش مفتوح قد توصل حدة النقاش الى يعني واحد المستوى اللي هو مرتفع جدا وبالتالي انا اعتقد ان لا ما خطا المهم حنا طبيعة الحال نقاش هادي ونقاش كل واحد عنده الطريقة ديالو في النقاش غير باش نوصلوا المعلومة بيناتنا أنا أعتقد بأنه نفكروا باش كل قاعة تكون فيها ورشة واحدة مزيان القاعة تكون فيها ورشة ديال الماء باعتبارها هي المحور الرئيسي وباعتبار العدد الكبير أنه مسجل في هذه الورشة الورشة الأخرى مزيان فضاء مفتوح هنا يعني غير نقسموا الورشة باش يكون عندنا واحد النقاش هادي وما يكونش تشويش على الورشة الأخرى شكرا السلام عليكم غير اللي ردني هو ان غير اللي سمى الاستاذ العلوي ان الورشات كلها التي كانت متبوعه من غادي يزرعوا مثلا المشكل التعليم نتمنى التعليم باش يشجن التعليم لان هادو التونسي دابا تيزوان الاوان والتونس كانت تقول الاستقلال وداروا الاعداديه وتسني صرت الدوار الخامس فوق وداروا الملفات التي انتبعت من كاد تقريبا من سمو البدايه الدوره ديزرين من الجامعه الا الملف التعليم الاعدادي والثانوي والمندوبيه ولكن يشجعوا نسكر المحاولات تنسيق تسفان دور القاضي نسكرت وغادي زرين السيد الرئيس نتا الا اتصال شكون الزوم الاعداديه والثانويه ضروري الجامعه غادي تسفان تيلي رحلات صغير جلسات دور القاضي تسفان ماشي معقول مثلا مثلا علاش يقول سكن الاعداديه والثانويه لانك راه قلت العام تيرودانت ولا برحيل ولا التيما تزاد من الاعداديه ديال باش كنتني صغير من عمله النيابه
وطرونس بدا نكري ما كاينش شيء. اذا ماشي كاين امان، هاتي لا امان زوال من امان اللي كان التعليم، وبالخصوص اللي كنا مغمدين تو دايس التعليم الاعدادي والثانوي. اما بالنسبه للمشكل الامان هاتي تسمى تيكال الفرشه المائيه، هاتي غنسكنيني ولاد اربعه حتى يدور تكيس الكبر 200 متر غادي يبور غدو انتو قبال نيت تكيس غدو اسمو يفرن العجب اسمو ورنين بزاف. المهم يخصا لجان متابعه يشقان ماشي انسطر انسطر فقط نتينا راه كذا كذا، خصا لجان واللي راه يتطوعها اكثر اللي ضرب يمكن يرجو نعيد ورجو لكم الرباط ورجو ندز وزير التعليم مثلا ولا وزير الماء ندز نسكر عيس نشر حنايا كان المشاكل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غير الأخت ياك النقطة لغاس عدات نيت العمل التوسكر عقلاني أشكو يغوري التوسكر عقلاني رد بعض العراقيل بعض الإدارات، ولكن العقلاني واش بالكثافة ولا بالأقلية؟ حنت دوران تسنتي شكون اللي تقسمنا تقسيم الجغرافيين غير عدد المشاريع خاصة الجماعة تصدر تسكر كلشي خلال 6 سنين ولي خاصة تسكر مدى 20 مشروع، ولكن الإمكانية الجماعة أنت تصدر تسكر حتى 5 المشاريع. يعني خاصة غير عقلاني خاصة أي اللي أنربط ندير مينلاند بالمشاريع اللي خاصة تسكر على المنطقة. إيوا لكن نقطة ما خصهاش تنفذ، واش السكينة واش الأعيان واش كل جهاز تعاون. سامحني يمكن النتيجه الوقت فاش غادي نقدموا النتائج غادي يكون التدخلات وغادي نحسموا في العدد ديال المشاريع اللي غادي ناخذوا كل محور شحال مشروع غادي ناخذوا. الله يجزيكم بخير باش نمسكوا باش في الملاحظه التنظيميه باش نزرعوا الحلقه ديال الورشات اش تستارغين. أبي أشكو يزبر يسكن في الميكرو سعد تدار سي أحمد سي الحاج سيرسلوها بالنسبة للتوجيهات اللي سمعناها أنه ينبغي باش نسطرو فقط الأهم الأولويات وتنشوف شخصيا بأن هذا اللقاء شنعت فيه طاقات إيجابية، هذا لا يمنع أننا نسمعوا ونسجلوا وعلى الجماعة أنه تكون واحد المشروع ديال بنك المعلومات، لأنه يصحو أننا تحرينا الفرصة لهذا اللقاء المبارك وتنشوف بأننا الآن بدينا نتحدثوا على النقط ديال الورشات. معنى هذا انه استنطلقوا للعمل، لانه الى سميتو تنظيم الوقت. ناقشوش صافي بارك الله فيك. صافي صافي يلا صافي نتكلم. يسبو معنا؟ يسبو معنا. واحد الجمعية مكاوة للتنمية والبيئة ودعم المرأة القوية. شكرا. سي الحاج اشكون كله قدم لي خفاونا نسني سي زوار كله ورد حاضر غير الاسم دو دوار الشيخ احمد الحاج دوار الدين ممثل من ناحيه اعيان الجماعه. شكرا بارك الله فيك. حمومان يوسف بوقدير عمار الامين احمد ايد الحاج ما تقاختنا التعليم التواصل الورشه التعليم التواصل منو الاعضاء انا قلت لا العدد كا سعود شكرا. وي ولكن الله يجزيكم بخير تاع على حسب الاقتراح اللي قال الدكتور اللي عارف راسو عنده شي معلومات في شي ورشه واخا هو كاين في جوج ورشات يخدم هنا شي شويه ويمشي يطلع على الناس يطلع على الاخرين فين بالنسبه للتعليم قاعات الاجتماعات بالنسبه للخدمات ديال الماء الصالح للشرب اللي هو فيها 18 تجي تشوف الورشة عاد تجي 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 تجي
السيد الحاج نافعي محمد وابراهيم عبد فقير احمد وابراهيم احمد ايت علي علوش المهدي محمد بكتان حسين الرامي السيده جوبا بوقدير حسين مجتهد السيد يدير الحاج يدير اكيف السيد حسن بوكرا السيد بوكر بونكي السيد فاطمي بوكرا هذه ورشة المجموعة الثانية اللي فيها الثالثة المحافظة على البيئة وتدبير نفاية التصرف ديال السائل تعزيز الفعالية الطاقية عبر تأهيل شبكات الإنارة العمومية الحاج حسين ويشو أيت الرامي إبراهيم الحاج حسين ويشو حمومان الخطير حضير حمومان حمولي حسين ليزيدو همو محمد الرامي يوسف الرامي مقدير حسين عبد الله مجتهد ايت علي يزيد الرامي علي محمد موحى اكنو بالعيد يوسف بومهره جمال العلاوي مقدير الحاج حسين لنا يحيى مقدير الحاج يحيى ربما لن يمنعوا بحر هذا الشكل وتقينا حتى لائحه سلاس ياسين ومنايا زيان